فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الدعاء بهذه الكلمات يا فرد يا صمد، يقول هل هي صحيحة؟ نعم، هذا مأخوذ من سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، ومعنى أحد يعني فرد، معنى الأحد يعني الفرد الذي ليس له شريك ولا نظير ولا مثيل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر، والوتر معناه الفرد، إن الله وتر يحب الوتر. نعم.